لعلك تدرك الان انه من الصعب تعيين قيمه الضغط الجوي في نقطه ما عن طريق ايجاد وزن عمود الهواء الراسي الذي يمكن اقامته على وحده المساحات عند هذه النقطه فكثافه الهواء كما راينا متغيره وليست منتظمه كما في السائل ولكن بالامكان تعيين قيمه الضغط الجوي في مكان ما عن طريق موازنته لضغط عمود من سائل ما في المكان نفسه وهذه الطريقة هي التي استخدمها العالم الإيطالي تورشيلي في تجربته المشهورة. فإذا قمنا بإحضار أنبوبة زجاجية طولها 90 سنتيمتراً مغلقة من أحد طرفيها وملأناها بالزئبق مع مراعاة التأكد من خروج الهواء تماماً من الأنبوب، ثم قمنا بغلق طرف الأنبوب المفتوح ووضعناه بلطف في حوض به قليل من الزئبق، وتركنا طرف الانبوب مع مراعاة الابقاء على هذا الطرف مغمورا في الحوض، نلاحظ ان طول عمود الزئبق يقل تدريجيا حتى طول معين، وذلك حتى يتعادل ضغطه عند النقطة س مع ضغط الهواء الجوي عند النقطة ص. ولقد حدد العلماء قيمة معيارية للضغط الجوي تبلغ 76 سنتيمترا من الزئبق. وهي قيمه الضغط الجوي على سطح البحر في الظروف الاعتياديه